امبارحة نزلت حلقة مقابلة موفلوكس ببرنامج بيسان اسماعيل الجديد الغرفة 11، حيث حكى فيها عن عدة مواضيع واللي من بينها علاقته الحالية مع نارين بيوتي، حيث الجمهور وخاصة بآخر فترة كتير مهتم لمعرفة شو عم بيصير بينهم، خاصة أنه غيابهم عن الساحة مع بعض صار واضح للجمهور، حيث ما شفناهم مع بعض بالفيديوهات ولا حتى الاستوريهات من قبل فترة، وهذا جاء بعد صلحهم اللي كشفوا عنه قبل 5 أشهر بفيديو على يوتيوب من بعد خلاف دام فترة كتير طويلة. فطلعت إشاعات آخر فترة زعم فيها البعض أنه نارين ومو على خلاف حاليا، لهيك ما عم بنشوفهم مع بعض. ليأكد مو فلوكس من خلال مقابلته مع بيسان أنهم مش على خلاف، ولكن بيّن من خلال المقابلة أن الأمور متوترة شوي، وحكى أنه بيعتبر نارين مثل أخته وكفرد من عيلته، وهذا التصريح فاجأ البعض وخاصة اللي كانوا يظنون أنهم على علاقة حب، خاصة بعد سؤال بيسان لمو إذا كان لساته بيعشق حرف النون، وأجاب بنعم. بعدها وصل ووضح أنه كان يقصد أمه بحكيو اللي اسمها نادية. فهون تأكد الجميع أنه ما بتجمع نارين ومو أي علاقة حب، وعلاقتهم متوترة نوعا ما حاليا حسب المقابلة. وسألت بيسان مو فلوكس عن خلافه مع نور ستارز وسبب عدم لقائهم مع بعض، وهل السبب كانت مشكلة نارين ونور اللي انفجرت قبل فترة؟ ورفض مو عن الإجابة وعلق فقط بي أنه هو مشغول وهي مشغولة، لهيك ما عم يلتقوا، أنهم ما أنهم على خلاف أبدا. فشو رأيكم أنتو؟ اكتبوا لي رأيكم تحت بخانة التعليقات.